المدرسة تنمرت فالجرد علي. ما أصدق كل هذا صار بسبب جمالي. أخ لو أقدر أرجع الوقت. أدر أنكم ما فهمتوا شيء، بس خلونا نرجع يوم واحد وراء لما جتنا طالبة جديدة اسمها وينزداي. بنات هذه زميلتكم الجديدة اسمها وينزداي آدم مصطفى، لا حد يتنمر عليها عشان هي قبيحة، تنمروا على غبائها بس. طالبة جديدة أجل. أخيرا بنت جديدة بصادقها. رجاءا لا حد يفكر يصادقني. لكن تقصد بنت بفصل ثاني. كل مدارس الحي يطردوها عشان مشاغبة، بقت مدرستنا بس. استاذة كم في متوسطة بالحي غيرنا؟ واحدة ومشاغبة بعد. لو سمحتي أنا منطرت، أنا قدمت استقالتي وملكعة بعد. خلاص فهمنا إنك قاعدة تفكرين بخطة، خليني زين المسكاوة حقتي. لا تخافين، هالمدرسة اللي يدخل فيها ما يطلع إلا وقت الطلعة طبعا. نورة شكل البنت الجديدة مخها منتهية صلاحيتها، خلو خليها تساعدنا نفقع وجه فوزية. ما ودك تروحين تجيبين ميكروفون أحسن؟ شقالة عندهم مكانة. لا خلنا نتمصلح معها ونجيب لها ميكروفون. ما أدري أحقد عليكم أو أرحمكم على غبائكم. يليل خلاص انقلعوا. ساعدينا وبنعلمك عن كنز موجود بالمدرسة. علميني وش الكنز قبل أساعدكم. الكنز هو الصداقة. أوكي بنحل واجبات الرياضيات عنك. خل أختبر ذكائكم، واحد زائد واحد كم؟ أذكر قد جاني هالسؤال في الاختبار. بنات الحقوا شهانة ونورة بيشغلون مخهم. لا ما صدق هذه معجزة. واحد زائد واحد يعني نوحد المقامات ونقسمهم على 19. لو كان عندي تفاحة واحدة وأكلت تفاحتين منهم هل بيجيني مساك؟ الجواب 21. غلط 17. طيب ما عليه اسمعي قصتي يمكن ترحميني. كنت بحالي مريحة بالي واقفة بطرف الساحة، جت فوزية شوية شوية وقالت شيلوا زبالة. وش بالريحة مرة مخيسة أكيد من أباك شيحانة. شالتني بخفة زي البسة ورمتني بنص الزبالة، خلت حياتي صعبة مرة قلبها ما في نقطة رحمة. هو صراحة جالسة أفكر أسوي لك نفس الشيء. طب اسمعي قصتي أنا. أمشي أمشي بكل أمان كل وقار واطمئنان. اسمعي لو جلستي تغنين أنت بعد أنا بطرد نفسي من المدرسة. كنت أمشي ومتفائلة أن حياتي بتكون سعيدة، فجأة وقفتني فوزية وقالت ما تدرين أن الشعر مخالف لقوانين المدرسة؟ هدي يلا. كيف ما فهمت؟ الشعر مخالف للقوانين؟ لا ومو بس كذا، بعدها أخذتها وحطتها براسها وقالت الله أخيراً شعر صار طويل ومليان كمل. ليش ما تخلون صديقتكم أم عيون تخوفها؟ لين شكلها مسكونة؟ لا ملاك الله يهديها تبالغ مرة بالمواضيع، يعني مرة كنا نسولف. صدقون ودي كل العيال يختفون من العالم، دايم ريحتهم مخيسة ما يتروشون. خبر عاجل، اختفاء 30 ولد في ظروف غامضة والعدد قاعد يزيد. أعطيني أسبوعين وبخلصهم كلهم. قصصكم تحرك المشاعر، بس المشكلة أنا ما عندي مشاعر. كم مرة قلت لك ممنوع الشعر بالمدرسة؟ أخيرا باروكة الأسطورية قربت تكتمل. أوه الموضوع كذا صار شخصي، أبغى أعرف كل تفاصيل يومها. هي كل يوم بعد المدرسة تروح للنادي وتسبح. هذا هو النادي اللي مسجلة فيه فسفس. تدرين بعد كيف سجلت بالنادي؟ قبل شهر اتفقت مع إدارة النادي تعبيهم المسبح. بعبي لكم المسبح على حسابي، بس سجلوني ببلاش. تمام بس ممنوع تجيبي موية مجاري. حسافك. وبعدها استدعتنا لغرفتها واحدة واحدة وقالت نورة أمك ماتت بعد شوي. وقامت تعبي سطول مويه بدموعنا. امزح مقلب يلا ضوفي وجهك. اللي بعده حنوف بوكي مات. طيب ادري من زمان ميت هو. واجل امك ماتت هالمره. امزح مقلب يلا انقلعي. اللي بعده يا هذا بوكي جاء امس وخطبني.
يا خطبني قبل أمس. يلا انقذي ذي، شلون أصيحها؟ تعرفين فوزية، أنت معلمتي المفضلة. ليش بقى؟ لأن لما كنت صغيرة كنت أحس نفسي قبيحة، بس أنت غيرتي فيني هالشي. أوه شكراً، بس كيف؟ لأن لما شفت وجهك عرفت إن في أحد أقبح مني. حبيت حركتها. خلاص اسبقوني وادخلوا وأنا بروح أجيب أدوات الخطة. العقل السليم بالجسم السمين. ما أصدق إني حبيت هذا المسبح بدموع طالباتي. وش تتوقعين وينزداي بتسوي؟ يا رب تحط في مية المسبح شطة. من كثر ما أنا رشيقة ما أقدر أغرق حتى لو بغيت. فوزية ما تخافين يأكلك سمك مفترس في المسبح؟ بس المسبح ما فيه سمك مفترس. متأكدة؟ زي المجنونة حطت سمك مفترس بالمسبح. واو مجبوس السمك لذيذ مرة. شكرا يا وينزي. أقول نورة ليه بتدخلنا السجن؟ خلي نكنسل الموضوع خلاص. شكرا وينزي، خلاص تمت المهمة بفشل، خلي ندور فعالية ثانية نسويها. أوه حبيبتي أنا جالسة أسخن، ما بديت الشغل الصدق. أقول خلي نحذر فوزية. أتمنى لو أقدر أتكلم مع السمك عشان أسفحهم. فوزية انتبه من وينزي، لأن سمعنا إنها تقول بتصفي حساباتها معك. طبعا إحنا ما لنا دخل بشيء. أها شكل قصة أنها حاسبت على المجبوس اللي جابتها لي. يحليلها، هذه غبية ولا غبية؟ أو لا تصدقون شكلها غبية. يما وين تحطين سكينتك المسكونة بواحد وثلاثين جني؟ ليش؟ وش تبغين فيها؟ لا بس بسوي صحن سلطة بكرة. تلقينها بالدرج الثاني بالمطبخ، بس انتبه لا يطلعون منها الجن. ايش صار على خطتكم رقم 3084 لتدمير فوزية؟ اوه فشلت طبعا. يلا ان شاء الله وينزداي نسيت الموضوع بعد. متأكدين انها نسيت الموضوع؟ وينك يا فوزية؟ لا لازم اروح اكلم الادارة بسرعة. او لحظة جاتني خطة بتحل كلش كالعادة. والله اني ذكية. ملاك الطالبة الجديدة ناوية تقضي على فوزية. اصبري بحاول اسوي نفسي مهتمة. حسافة عاد، فوزية كانت بتودينا حديقة الحيوانات بكرة. لازم انقذ فوزية حبيبة قلبي. اهم شيء ما نبي مشاكل، خلي الموضوع ينتهي بسلام. لا تخافين بخليها تنام للابد بسلام. هي بنت ليش جايبة ممنوعات للمدرسة؟ عشاني بصفي اموري مع فوزية. اقصد العلم، ما تدرين انه ممنوع؟ يلا هاتيه. استغفر الله. اهلا وينزي حبيبتي، وين المكبوس اليوم؟ والله وجيتي بنفسك. بنات شوفوا هوشة بالساحة. الله حماس، ولا ما تمزح ام جدايل. مالي خلق اتعامل معك يا ام عيون مقربعة. ليه بس حبيت اعلمك اني جهزت سريرك بالساحة. يا ويلي وش جالس يصير؟ يا رب ما يتعور. انا اما الباقين بكيفهم، وانا كل خطة اسويها تصير اخس من اللي قبلها. اليوم نسيت اجيب فلوس فسحتي، شكلي بتغدى عليك يا وينزداي. انا وعدت امي اسوي سلطة بس ما حددت وش مكوناتها. اجل واحدة مننا بتشبع اليوم. هوه شو قاعدين يسولفون عن الاكل صح؟ صح؟ شيهانة لازم نسوي خطة تصلح الخطأ اللي سوت الخطة من الخطة اللي قبلها. على طاري الخطة، جاتني خطة تصلح الخطأ اللي سببت الخطة بسبب الخطة اللي قبلها. فوزية في سر لازم أقول لك، بس بذمتك لا تعلمين أحد. اعتبري سرك عند الكل. السبب إن ملاك وينزداي يطقون لأنهم يتهوشون من يحبك أكثر. ها؟ مين بيصدق كذبة زي كذا؟ حتى
حتى فوزية تدري ان هالشي مستحيل. معقولة قاعدين يتهاوشون علي؟ ما توقعت ان ناس قبيحين زيهم عندهم ذوق جميل. تحذير للبنات بالساحة، انا مو بمسؤولة عن اللي يصير لكم. فوزية انت الوحيدة اللي تقدرين توقفينه. نداء الى قاعدة الديجيتال. المدرسة تدمرت، ثلج رد علي. ما أصدق كل هذا صار بسبب جمالي. آخر لو أقدر أرجع الوقت. شيهانة، ردي تشوفين صوتي، تحت شي. إيه، لا تخافين، ما جاني شي الحمد لله. أوخ، حسافة، تحمست على الفاضي. حتى لو انقسمت المدرسة ثلاثة أنصاف، بنكمل الدرس، يلا كل واحدة مكانها. أمي بتفقع وجهي بشكل بشتري لها طقم سكاكين. وصيتك قبل أعيش أنك توقفينهم قبل لا نتحول بروتو. السجن شدري. ليش دائما الناس تتحاوش علي؟ والنهاية حبوا بعض عشاني، بعض عشان نفسكم. الله، إيش الشعور المعفن هذا؟ أحس إني بستفرغ من الراحة النفسية. وقفوا تكرهون بعض يا بنات، ليش نكره بعض وشيهانة موجودة؟ خلونا نوجه طاقة الكره هذه لشيهانة بعد، وركزوا جهودكم وطاقتكم مع بعض على حبي. أو تصدقون بعرف هي الأسطورية أهم. باروكتي أنت تسعد يونك تملك. نعم خير، أقدر أساعدكم بشيء؟ وجع مضيعين شيء بوجهي مثلا؟ حرام عليكم، إيش سويت لكم؟ بس عشاني أحلى منكم تكرهوني. يلا على الأقل الحين ما أحتاجكم بعد سباحة.